بنشوف العديد من المنظمات الأممية. احنا بنتكلم النهاردة عندنا الآليات الأممية، هذه الآلية التي اتفق عليها العالم، بنتكلم عن واحد زي السيد أنطونيو جوتريتش لما مش عارف النهاردة يساعد لا منظمة الصحة ولا منظمة الغذاء ولا كل الآليات الأممية، إنها ما بتتكلمش في شأن سياسي. على فكرة مؤتمر الأردن لم يتحدث عن أي قرارات سياسية، مؤتمر الأردن يتحدث عن مساعدات إنسانية، المؤتمر يتكلم عن الإغاثة الطارئة، يتكلم عن إنقاذ مدنيين. ما بنتكلمش دلوقتي النهاردة في حلول سياسية، حلوا سياسي مع بعض بعدين، ولكن في ناس بتموت، دخل دواء، دخل وقود، دخل في ناس النهاردة عد عليها شتاء وعد عليها صيف. وزي ما حضرتك النهاردة المراسل عرض من شوية، في 2000 شاحنة وزيادة موجودين النهاردة عايزين يدخلوا. شفنا شعب بطل زي الشعب المصري النهاردة، فكرة استمرار المساعدات منذ اليوم الأول من 7 من أكتوبر، شعب في عز أزمته الاقتصادية كان واقف صف واحد ورا القيادة السياسية بيجهز في مساعدات، بيطلع من أقصى وافقر القرى والتبرع بالدم، وشفنا الناس كلها بتشارك. في الدوله المصريه كانت بتتحرك النهارده في جسر متواصل كان عمداه يتعدى الكيلومترات عشان خاطر هم شايفين ان هم يقدروا يساعدوا ولو بالبسيط. البسيط ده وصل وفق التصريحات الامميه مش التصريحات المصريه لما يزيد عن 80% من اجمالي المساعدات التي قدمها العالم باسره. ده بيثبت حاجه واحده، كلمه كبيره المنطقه دي كلمة مش صغيرة، وإن أي حد النهاردة مصطلح الزعامة ليس مصطلح مجاني. عايز تبقى كبير بتدفع فاتورة إنك تبقى كبير. الموقف المصري من القضايا الفلسطينية موقف ثابت على مدار التاريخ، منذ اليوم الأول الدولة المصرية ترفض تهجير الفلسطينيين، الدولة المصرية ترفض تصفية القضايا الفلسطينية في مقابل أي مكتسبات. طب انا لو حطيت ما يحدث على ابواب معبر رفح، وحطيت ما يحدث على شواطئ مدينه غزه، يعني ما عهدناش امريكا انها بتساند الشعب الفلسطيني بحاجه؟ عمرنا لا شفنا ليهم ميناء ولا شفنا ليهم مطار ولا شفنا ليهم، ده لما كان حصل لهم مطار بعد اتفاقيه اوسلو تم قصف. طبعا لما تيجي امريكا تقول لك انا هعمل رصيف علشان المساعدات، ويقال بقى ان الرصيف ده لتهجير الفلسطيني، ويقال ان الرصيف ده لشبهات أخرى. أنا هنا بنافس الدور المصري، يعني أنا يعني من إمتى أمريكا عايزة؟ خلينا نوضح للمشاهد، أنا عايز بس أقارن ما بين المشهدين. خلينا نوضح للمشاهد حاجة، معبر رفح ليس هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة. قطاع غزة يمتلك 7 معابر مع سلطات الاحتلال، في 7 معابر تانية موجودة. سيبك من معبر رفح خالص، اتكلم عن المعابر التانية اللي كانت النهاردة بتتكلم فيه تبادل تجاري ما بين قطاع غزة وما بين سلطات الاحتلال بميزانية قوامها 4,700,000,000 دولار سنويا. تتكلم في رقم ضخم، في أكتر من 500 شاحنة بالتجارة كانت بتدخل يوميا من الجانب الآخر من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة. يعني حضرتك النهاردة في وسائل أخرى لدخول المساعدات، لما التجارة والبزنس كانت شغالة ما بين الناحيتين كان في 4,700,000,000 دولار سنويا حجم التعامل التجاري لحد السنة اللي فاتت. كل ده توقف، كل ده توقف النهاردة. يعني انت لما تقول ان مصر بتتعند في إدخال المساعدات، اعتقد الصورة اللي احنا عرضناها من شوية كاشفة. الصورة اللي كانت موجودة كمان في المؤتمر اللي عمله الأمين العام للأمم المتحدة أمام معبر رفح أثناء إغلاقه في أكتوبر الماضي كانت صورة واضحة، لما قيادات ورموز الحكومات على مستوى العالم بيجوا وبيزوروا ويشوفوا المعبر وهو مفتوح من الجانب المصري، ويشوفوا المساعدات اللي بتقدمها ليست فقط الدولة المصرية ممثلة في السلطات الرسمية. عايز أتكلم عن الملحمة اللي ضربها المجتمع المدني المصري، عايز أتكلم عن الملحمة اللي احنا شفناها من الجهات المعنية، تحالف الوطن اللي عامل الأهلي التنموي، الهلال الأحمر المصري، بيت الزكاة والصدقات المصري، الجمعيات والمؤسسات المصرية، أبطالنا من المتطوعين اللي كانوا موجودين دول النهاردة لحمة واحدة، موقف سياسي واضح، إرادة شعبية تدعم القرار السياسي، شايفين وحدة واحدة في دعم القضية الفلسطينية. مصر تضرب مثال في الانتصار لقيم الشرف والإنسانية في زمن عز فيه الشرف. اللي احنا شايفينه
بجد هيتكتب بحروف من نور في تاريخ العمل الإغاثي والإنساني الدولي.